قررت النهارده ان انا ارتب تحت الحوض وهستغل المساحات كلها. عندي برضو حته فاضيه ورا كده. بعد 6 سنين عايزه ارتب الدنيا. طبعا دي اكياس انا برمي فيها الزباله او بواقي الاكل يعني، فانا حطاها في جردل، فساعات بحتاج الجردل ده مثلا اغسل فيه هدوم او حاجه، فبضطر ان انا ارمي الشنط بره الجردل. فتحس بقى ان انا ايه، اتفتح سوق اكياس في تحت الحوض. وطبعا لو مثلا شويه ميه نزلوا مثلا من على الحوض وانا بغسل مواعين ومندمجه او حاجه، فبتبقى ايه الدنيا وحشه قوي. عصايه المساحه دي هي عصايه بتتكسر مني، فمحدش يعلق عليها عشان انا بمسكها بطريقه غلط. فساعات بحط تقلي كلها عليها وانا مندمجه بقى وبتاع، فبتتكسر، وساعات انا بقع وبتعور كتير. فما تركزوش في الحته دي. المهم ان انا عايزه انظم الاكياس، وعايزه احط منظمات في الحمام، على انا حطيت منظمات تحت الحوض علشان انظم الدنيا هنا واستغل المساحات وافضي ظرف عندي عايزه احط فيها حاجات. غير كده كمان انا حاطه اغلبيه المنظفات في الحمام، فخطر ان انا احط منظفات في الحمام عشان الاطفال وكده. غير كده لما الضيوف بتيجي بتعرف انا بمسح السيراميك بايه بقى، وبعمل اعلانات في الحمام. في كل ده انا عايزه اشيله. غير كده كمان هتقولولي وانت لسه فاكره دلوقتي، انت لسه فاكره دلوقتي يا حلوه تعملي الكلام ده؟ لا، انا عايزه اعمل الكلام ده من زمان، بس كان عندي مشكله كبيره ان الحوض ما كانش متركب عدل. كان كل شويه ينزل ميه تحت الحوض، فانا اشتريت سيليكون عظم، اسمه كده سيليكون عظم، عشان اللي عنده المشكله دي بتجيبيه من بتوع العربيات البتاع ب50 جنيه، الامبوب 50 جنيه. فانا لزقته يا رب ما ينقطش تاني، هو لحد دلوقتي كويس، وشايله الباقي علشان ايه لو فكر ولا حاجه، بس ان شاء الله مش هيفكر يعني. فيبقى معايا يعني احسن من السيليكون اللي هو العادي بكتير، عشان السيليكون العادي انا جربت 4 5 انواع وبيفك مني في كل حاجه من الميه السخنه والكلام ده، فبنخلي بالنا برضه. فعشان كده انا اتاخرت في الموضوع ده. فانا هعمل اول حاجه ايه، طبعا هشيل الحاجات دي كلها، وهغسل بقى السيراميك ده كله وهطهر الدنيا، علشان هحط بقى منظمات كتير وهنقل كل المنظفات بتاعتي هنا، وهنشوف بعد كده النتيجة هتبقى ايه. يلا بينا نبدأ. ده النظام الاول، حطيت علقت الحاجات هنا منظمات، وحطيت هنا كمان الحاجات، وحطيت ادوات النظافة هنا كلها، وحطيت منظمات الاكياس هنا. ده انا اتكلمت عنه قبل كده، ده كان من ايكيا، وده كنت جايباه من فتح الله. والستاند اللي جوه ده ستاند بلاستيك، انا حاطه فيه كل الفرش اللي انا بنضف بيها، ودي الجرادي الكول اللي انا بستخدمها بقى في الغسيل وبستخدمها في اي حاجه، ودي المصفى بتاعه الحوض حطاها هنا، ولما بحتاجها بجيبها. طبعا دي المساحه انا بغسل بيها اي سيراميك، عمليه قوي، وده الجزء بتاعها اللي بيتركب فيها. ودي جوانتيات، دي جوانتيات، ودي فرشه الالمونتال بنضف بيها اللي هي السفل اللي بين الالمونتال اللي بيبقى فيه تراب. ودي المساحه بتاعتي اللي انا بمسح بيها الازاز الالمونتال، بس اتكسرت من هنا بس بستخدمها برضو. دي حته بقى بمسح بيها اي حاجه، والقفص ده على فكره عامل قوي بيشيل بجد كتير. ودي كانت زي هوكات ستانلس كده، عجباني قوي، بتتركب في اي درفة مطبخ، فانت ممكن تجيبيها برضو هتساعدك قوي في توفير المساحه. والمنظم ده حلو قوي، ده كان بحدود 21 جنيه، في منه تركي في منه مصري، ده مصري، وانا عندي واحد تركي برضو، جايبه الاتنين زي بعض ما فيش فرق كتير يعني. وده اتكلمت عنها قبل كده، دي عمليه جدا. ودي المقاسات بقى اللي انا بستغناش عنها، خصوصا الصغيره دي ما بستغناش عنها خالص، فبرضو دي موفره لي في المساحه قوي. تمام،
ايه ده؟ في ايه؟ هو انا بركب برج ايفل؟ والله ما هسيبك، والله ما هسيبك يا زول. اقول لكم ايه بس، اقول لكم ايه بس، اعمل لكم ريفيو عن ده. البتاع ده معفن، محدش يشتري الماركه دي. هاتوا الوطنيه انضف، الوطنيه عندي في الحمام انضف بكتير. ايه ماركه ستار دي؟ ستار ايه دي؟ انت ما كملتيش نمله. ستار مين بس؟ 2000 years later. ايه اللي خلاني اركبه قدامكم وابتدي احفظه عليه؟ طيب يا جماعه، انا محتاجه كده 3 ايام ارتاح من اللي انا عملته النهارده دلوقتي حالا. طيب حلاوتها في ايه؟ المهم بقى انا ايه، هوريكم انا عملت ايه بالظبط دلوقتي. ايه، انا شلت كل الحاجات اللي كانت هنا ماشي، وحطيت الستاند ده بداله. كل الحاجات اللي كانت موجوده اتحطت بالفعل في اماكن كمان، يعني ممكن اشيل ده بس انا دلوقتي عشان ما فيش حاجه احطها، فكده كفاية حطيت كل المنظفات بتاعتي. وبعد كده لما نكون عايزين ما نحطهم، طبعا الجرادل، عشان انا الجرادل لازم احطها هنا، والكلور على، ودول منظمات الاكياس برضو مرضتش الزقهم علشان لو انا عايز اغير مكانهم. وجبت بقى الاختراع ده اللي انا كنت شارياه ب5 جنيه، حطيته هنا، حطيت فيه المساحة اللولبية بتاعتي، بمسح بيها السيراميك بتاع الحيطة، جميل قوي ماشي. بس كده. وطبعا ده برضو العلاقات والحاجات ما غيرتش مكانها خالص، وكذلك ده ما غيرتوش، ده بتاع المساحة دي. بس كده. قولولي انتوا بقى انهي احسن، النظام ده كده ولا النظام الاول؟ النظام ده ولا النظام الاول ماشي. ويعني احسن من يعني في كلتا الحالتين احسن من عدم النظام نهائيا. فنشكر قوي على الواجب والحاجات، النظام اللي انا عملتها دي. انا انسانة منظمة جدا، يعني انا بقيت منظمة قوي، بسم الله ما شاء الله عليا. بس كده، يا ريت تكتبوا 1 ولا 2، ولو انتوا عندكم اي اقتراح قولهولي برضو. ويا رب يعجبكم الفيديو، وتابعوني في الفيديوهات الجاية، ويلا باي باي.